والله تغسل سنانك، تنظف سنانك ايه بحته شجره اراك في مضيق الصحراء العربيه، تجيب حته فرع كده، هو كان هو نبات عطر يعني، تعمل كده وتنسره وبعدين تعمل سنانك. تلاقي بقى الاخوه السلفيين والرجعويه كلهم حاطط لك حته عصايه كده في جيبه، وبعدين تلاقي تبقى مزرعه بكتيريا الحته دي، كل شويه يجددها ويرطبها علشان ايه البكتيريا تكتر. ايه الكلام ده؟ في ممارسات كتيره جدا منسوبه للرسول ضار، الختان ضار، الحجامه ضار، موضوع السواك ده كلام يعني ما انا لا يعني، اذا كان لازم تاخده وانت اصلا مش لازم تاسس حاجه على هذا الموضوع في الصحه والطب وفي اي حاجه علميه وفي اي حاجه في الحياه. والله انت راجل متدين في بيتكو يا حبيبي، فاول ما تطلع تنسى الكلام ده خالص، زي ما في بيتكو بتبقى لابس الروب ولا البيجامه، كما بره البيت خلاص الموضوع انتهت الصله يعني بالخرافه والحاجات الشخصيه في البيت. وده اللي احنا بنقول عليه يعني، احنا مش بنتكلم ضد الدين. ولو كان ولو التزم الخطاب الديني بهذا الدين او اعتبر ان التدين والدين حاجه فرديه شخصيه في بيت، عمرنا ما هنتكلم فيه. وانا شخصيا عمري ما بتكلم لا في العقيده ولا في الدين، الكلام ده ما انا شخصيا شايفه لا يرقى لمستوى النقاش على فكره، من الاخر يعني العقائد والكلام ده، وعشان كده ما بتكلمش فيها خالص. انا بتكلم في حياتي، انا عايز اعيش. انت عايزني اموت؟ انا بقى عايز اعيش. عايز تموتني؟ لا انا عايز اعيش. طالما انا الصيام بيضرني مش هصوم، من الاخر. تيجي بقى تمررهولي عن طريق الخرافه، هقول لك لا استنى عندك بقى، ده انت كده بتبوظ حياتي، انت كده بتسممها، هي مش ناقصه يعني، مشرحها مش ناقصه قتل، ده في ضحايا بتروح، في ناس بتموت. مش الكلام ده، انا مش بقول كلام كده، ده ما علينا من الناس اللي ميته بالحياه، ده في ناس بتموت فعليا